السلام عليكم طلابتنا الأعزاء في سلسلة محاضرات مادة الديدان الطفيلية الطبية الموجهة إلى طلاب المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية والمسائية في قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الخامسة وهو الجزء الأخير من فاينام البليتي هيلمنتلز، وراح تتكلم عن الكلاس الثالث اللي هو سيستودا. مثل ما شرحنا سابقا أن فاينام البليتي هيلمنتلز كانت تتكون من ثلاثة كلاسات، تربيلاريا وتريماتودا وسيستودا. إن التربيلاريا تضم أجناس أو أنواع حرة المعيشة، ولهذا سوف لن نأخذها في مادة الديدان الطفيلي. وتكلمنا عن كلاس التريماتودا، واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن كلاس السيستودا. محدثكم المدرس الدكتور أمجد قيس إبراهيم. تعودنا سابقا في بداية كل كلاس نأخذ الصفات العامة لهذا الكلاس. الصفات العامة لكلاس السيستودا نلخصها بالنقاط الآتية: الديدان التابعة لهذا الكلاس تكون طفيليات داخلية تعيش في أمعاء الحيوانات أو الكائنات الفقرية، وتسمى هذه الديدان بالتيربورمز أو ما يسمى بالديدان الشريطي. يكون جسمها فاقد للبشرة الخارجية وفاقد للسيليا، لكنها تكون مغطاة بما يسمى بالكيوتيكل. جسمها يكون مقسم إلى عدد من القطع، وتسمى هذه القطع بالبروكلوتس، وهذه صفة تميزها عن صفة التريماتودا إذ كان جسمها يتكون من قطعة واحدة. أما في الكلاس السيستودا فإن جسم الديدان يتكون من عدد من القطع. تسمى القطعة الأمامية تسمى بالسكولكس، هذا هو السكولكس واللي هو عبارة عن الرأس، رأس الدودة، ويكون مزود بتراكيب تستعمل للالتصاق، وهي عادة إما هوكس أو سكرز، يعني إما أشواك أو ما يسمى بالممصات، ما عدا سب كلاس اللي هو سيستو داريا. Mouth and digestive tract totally absent، تكون فاقدة لفتحة الفم والجهاز الهضمي، ولهذا ستكون متطفلة بشكل كامل على أمعاء المضيف النهائي. Excretory system consists of protonephridia، الجهاز الإبرازي يتكون من خلايا تسمى بالبروتونفريدي. الجهاز العصبي يكون عادة متكون من زوج من العقد العصبية، a pair of ganglia، زوج من العقد العصبية، and two lateral longitudinal nerve cords، وحبلين عصبيين طوليين وعلى جانبي الجسم، يتواجد على جانبي الجسم. كل قطعة جسمية تحتوي على سيت أو سيتين من الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنثوية، ولهذا تسمى هذه الديدان يسمى بالهرموفرادايت. الهرموفرادايت مثل ما وضحناها سابقا أنها تكون ديدان خنثية، أي تحتوي على أعضاء التكاثرية الذكرية والأعضاء التكاثرية الأنثوية في نفس الكائن. تكون دورة حياتها معقدة وتحتاج مضيفين أو أكثر من المضاد، وتكون الأجنة بوسس هوكس تحتوي على ما يسمى بالأشواك. من الصفات الأخرى لهذه الديدان وهي أنها تكون Arbor most specialized of the Blighty Hemophilus parasite، يعني تعتبر من الكلاسات المتميزة في فايلم البلاتي هيلمنثس. جميع السيستودا have at least one and sometimes more than one intermediate host، جميع الديدان الشريطية تحتوي على الأقل إما واحد أو أكثر من المضاف الوسطية، واللي عادة يكون مضيف لا فقري invertebrate، وكذلك يحتوي على الديفينيتيف هوست أو الفاينال هوست اللي هو المضيف النهائي والذي يكون عادة من الفقريات vertebrates. إذن تحتوي على مضيف أو مضيفين من المضاف اللا فقرية، وتعتبر هاي مضاف وسطية، وتحتوي على مضيف من المضاف الفقرية، وتعتبر هذه من المضاف النهائي. In some cases، في بعض الحالات both hosts are vertebrate، يعني كلا المضيفين الانترميديت والفاينال هوست يكون من اللافقريات، وهذه في حالات شاذة as in common beef table، كما سنلاحظها في ديدان التينيا سجيناتا اللي هي الديدان الشريطية موجودة في الأبقار، واللي الاسم الشائع ما يسمى بالبيف تيبون. هاتين a few species where may be only a single host، وفي بعض الأنواع التي تمتلك فقط مضيف واحد.
tapeworms infect humans and animals causing mild to serious infection. يعني الديدان الشريطي تصيب الإنسان والحيوان تسبب إصابات تتراوح من إصابة خفيفة إلى إصابات خطيرة. هناك أكثر من 1000 نوع يتبع الديدان الشريطي. من الصفات الأخرى للديدان الشريطي أن عددا البالغات تكون تعيش في أمعاء المضائف اللي عن طريقها يتم امتصاص جميع المواد الغذائية، وذلك بسبب عدم امتلاكها على الدايجستيف سيستم لأنها لا تحتوي على قناة هضمية، وبالتالي they simply absorb nutrients from their host guts، ولهذا هي تمتص المواد الغذائية من أمعاء مضائف المضائف. اللي يساعد في هذه العملية الدوائد بس بروسيس بانت يساعد في عملية امتصاص هو أن الجسم الداخلي لهذه السطح الداخلي لهذه الديدان لجسم هذه الديدان يكون مغطى بزوائد مجهرية اللي حتسبب زيادة من المساحة السطحية وبالتالي امتصاص المواد المغذية. أيضا تكون فاقدة لأطوار الحركة مثل السيليا. Their excretory and nervous system are similar to other، يعني جميع هذه الديدان تكون حاول جهاز إبرازي وجهاز عصبي متشابه في جميع الديدان. Typical adult tapeworm consists of a knob-like head. الديدان الشريطية النموذجية تحتوي على head، رأس يشبه الزر أو يشبه الزر، أو ما يسمى بالسكولكس. هذا هو الرأس، يسمى كمصطلح بالسكولكس. يكون هذا السكولكس equipped with hooks for attaching to the intestinal wall of the final host. يكون مزود بأشواك في بعض الديدان، يكون مزود بأشواك يساعد في التصاق بجدار الأمعاء للمضاف النهائي. يلي السكولكس منطقة جرثومية مولدة تسمى بالنك أو بالعنق، ومن ثم a series of flat rectangular body segments، ومجموعة من القطع مستطيلة الشكل اللي مجموعها تسمى بالسترابيلا. مجموعة القطع تسمى بالسترابيلا generated by the neck. The chain of proglottids range from a few numbers to more than 100,000 segments. يعني سلسلة القطع يتراوح عادة ما بين أعداد قليلة جدا من القطع، ويصل في بعض الأحيان إلى أعداد كبيرة تصل إلى 1000 قطعة. هذا هو الشكل يوضح لجسم الديدان الشريطية. كنا أول القطعة تسمى بالسكولكس، لما سميت بالديدان الشريطيين يكون جسمه مقسم لعدد من القطع، تسمى القطع الأولى بالسكولكس اللي هي الرأس، تليها منطقة تسمى بالنك منطقة العنق، ومن ثم منطقة ثالثة تسمى بالستروبيلة، وهي الستروبيلة هي مجموعة من عدد كبير من القطع تبدأ بالإمماتور بروكلودد ومن ثم الماتور بروكلودد وتنتهي بما يسمى بالجرافيت بروكلودد أو القطع الحبلى. إمماتور بروكلودد مقصود بها قطع غير ناضجة، أما الماتور بروكلودت فيقصد بها بالقطع الناضجة أي تحتوي على أعضاء تناسلية الذكرية والأنثوية، كما ذكرنا سابقا بأن كل قطعة تحتوي إما على سيت أو سيتين من الأعضاء التكاثرية. أما القطع الحبلى فيقصد بها أن هذه القطعة تكون مملوءة فقط بالرحم المملوء بالبيض، ولها تسمى بالقطع الحبلى جرافيت بروكلودت. يقسم كلاس السيستود إلى 2 سب كلاسز. The first sub class Cystodaria، Cystodaria، and the second sub class is Eucystode. The first sub class Cystodaria consists of monozoic أو unsegmented tapeworms، يعني ديدان شريطية تكون غير مقسمة، with a single set of reproductive organs، مع سيد مفرد من الأعضاء التكاثرية. No scolex is present، لا تحتوي على رأس. And the shed embryo contains 10 hooks، والجنين يكون حاوي على 10 أشواك. All are parasites of fish، وجميعها تكون متطفلة على الأسماك، ولهذا سوف لن نأخذها في هذا الدرس. يعني احنا اللي يهمنا الديدان التي تتطفل على الإنسان والحيوانات اللي تخص اللي لها علاقة بالإنسان. The second subclass اللي هو اليوسيستود أو شريطيات الحقيقية. The true tapeworms يعني الديدان الشريطية الحقيقية are usually polyzoic، تكون مقسمة،
comprise of a scolex, يتكون من جسم عفوا من رأس, تسمى scolex, which function as a hold fast and acetabula, ومن مجموعة القطع الجسمية اللي هو acetabula that is divided into many proclotted. سوف نأتي على ذكرها الآن. يكون جسم مثل ما قلنا مقسم العدد من القطع. أول قطعة اللي هي scolex حنأتي عليه بالتفصيل, كل قطعة نشرحها بالتفصيل. فالscolex is the interior end of the tapeworm and can be equipped with a variety of attachment structures. يعني المنطقة يمثل النهاية الأمامية لهذه الديدان, ويكون مجهز بعدد كبير من التراكيب أو تراكيب مختلفة من التراكيب يسمونها الالتصاق. The scolex may bear suckers, يكون إما حاوي على ممصات, grooves, أخاديد, hooks, أشواك, وspine أيضا أشواك, or any two combination of them. يعني إما يكون حاوي على suckers والhooks أو grooves وhooks, وهي في حالة نادرة نلاحظها, أو scolex without hook, هذا نصب فيه. الستروبيلا مثل ما قلنا لكم, الستروبيلا هي مجموعة من القطع وتتكلف من ثلاث قطع اللي هي immature والmature والgrafted. In the citrobula, each proclotid potentially contains one or more cells of both male and female reproductive organs. شرحناها سابقا ان كل قطعة تحتوي على اعضاء تكافل ذكرية وانثوية, وهذا يجعل لهذا النوع من الديدان هرموفرادايت انثية. Proclotid are added on the neck region. يعني مثل ما قلنا لكم سابقا ان السكولكس تبعها منطقة ثانية تسمى بالنيك, وهي منطقة تسمى منطقة جرثومية او مولدة اللي تكون للستروبيلا. شو تسموها هذه العملية؟ تسمى هذه العملية بالستروبيليشن, اي عملية تكوين القطع الجسمية, وتكون هاي المنطقة اللي هي النيك بتوين السكولكس اند الستروبيلا. هاي السكولكس, هاي النيك, وهاي هي كلها الستروبيلا اللي كنا نتقسم ثلاث اقسام, اما تشور وماتشور والجرافيت بروكلوتيد في بعض الاحيان. And matures as they move down of the body. يعني شو أقصد بيها؟ يعني المناطق القريبة من منطقة العنق أو القطع القريبة من منطقة العنق تكون غير ناضجة, immature, وتزداد بالنضج كلما ابتعدت عن منطقة العنق. The male system develops first and anterior proclot will often contain only male organs. يعني الأعضاء التكافل الذكرية هي راح تتكون بالبداية, ولهذا حنلاحظ أن القطع الأمامية فقط حاوية على الأعضاء التكاثرية الذكرية. Older proclotids, يعني القطع القديمة, تكون will contain both reproductive system, والقطع القديمة أو القطع الخلفية سوف تكون حاوية على الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنثوية معا. Ova may be released from the uterine bore, or the entire grafted proclotid may break off بعملية تسمى الأبوليسيس, releasing eggs as it breaks up. يعني البيضة إما تطرح إلى الخارج عن طريق فتحة تسمى فتحة الرحم, هنا حيصير عندنا رحم اللي هو اليوتيرس, باليوتيرس أكو فتحة تسمى فتحة الرحم أو اليوترامبور اللي عن طريقها تطلع بيضة إلى الخارج. في بعض الديدان تكون فاقدة للطور, العفو تكون فاقدة لفتحة الرحم, وبهذا ايش حيكون؟ راح تتجمع عدد كبير من الرحم, من البيوض في الرحم, راح تتجمع عدد كبير من البيوض في الرحم, وبالتالي راح يملأ الرحم هذه المنطقة ككل, وتتحول من ماتور بروكلوتيد إلى ما يسمى بالجرافيت بروكلوتيد. وهذا طبعا على طول نجيبها بالامتحانات, يعني لماذا سبب وجود الجرافيت بروكلوتيد؟ وذلك يعود بسبب عدم احتواء هذه الديدان على اليوترايس يوتيراين بور. فما قلنا لكم يوتيراين بور هي تطرح بيض الى الخارج, لكن في حال عدم امتلاك ديدان لليوتيراين بور ايش حيصير؟ حتتجمع البيوض وين؟ باليوترس, ويزداد حجم اليوترس ويغطي على جميع الاعضاء التكاثريه الذكريه والانثويه, وبالتالي راح تتحول لهذه القطعه الى ما يسمى بقطعه الحبله اللي تكون مملوءه بالرحم المملوء بالبيض.
هذا يفسر لي انه البيوت تطرح اما عن طريق اليوترين بور، او في حاله فاقد اليوترين بور حتطرح مع قطاع الحبلة. يعني يطرح الانسان او المضيف النهائي قطاع حبلة تكون شبيهة مملوءة بالبيوض. شلون تتحرر هذه البيوض الى الخارج؟ تتكسر من تطرح الى الخارج، قطع الحبلة تتكسر بعملية تسمى الأوبوليزس، وتطرح البيوض الى الخارج ومن ثم تكمل دورة حياتها. True tape worm usually produce a hexagon embryo. عدد الديدان اللي تابعة لل sub order Yosis تكون عفوا السب كلاس يوسيس تكون حاوية على جنين سداسي الأشواك هيكساكانث إمبريو اللي هو 6 هوكت، يعني يحتوي على 6 أشواك. في السب كلاس اللي هو اليوسيس تودا هاز تو أوردر أوف تيب ورم اللي هو سيدوفيليدي أند سايكلوفيليدي. يعني يحتوي هذا السب كلاس اللي هو اليوسيس تودا على تو اوردرز، اول اوردر او واحد الاول هو سيدوفيليدي، اما الاوردر الثاني فيسمى بالسايكلوفيليدي. ناتي على الاوردر الاول اللي هو السيدوفيليدي. الديدان الشريطيه البالغه التابعه لهذا الاوردر تكون طفيليه على جميع انواع الفقريات، لكن فيش ار فيرا برايمري هوست يكون الأسماك مضائفها الوسطية الأولى. The life cycle involves a Brosser coat يتضمن دورة حياته وجود طورين يرقية، طور يسمى بالبروسر كود اللي هو عبارة عن طور يرقي موجود فيما يسمى بالكوبي بولز اللي هي مجموعة من الحيوانات القشرية أو ما يسمى بمجراثية الأقدام. And Blerostor coat طور يرقي الثاني اللي عادة يتواجد وين؟ بالفش، بالأسماك. Tape worm in this order are characterized by الديدان الشريطية اللي تتبع هذا الأوردر تتصف بالصفات الآتية. أولا السكولكس يكون حاوي على ما يسمى بالبوثيريا أي أخاديد أبوثيريات سكولكس. Possessing a dorsal and ventral growth or بوثيريا ويحتوي على أخدود ظهري وأخدود بطني أو يسمى بوثيريا. منطقة النك أو منطقة العنق تكون إما موجودة أو مفقودة. Testes and vitellae are follicular and scattered throughout the proclotid. يعني الخصة والغدد المحية تكون بشكل حويصلات وتكون منتشرة في جميع أنحاء القطعة. The ovary is bilobed and posterior. يكون يعني تحتوي على مبيض واحد فقط، لكن يكون ثناء الفص وخلفيا موقع. Genital bores الفتحات التكاثرية أو التناسلية are usually ventral تفتح عادة على الجهة البطنية and maybe lateral وتكون في بعض الأحيان جانبية or dorsal in some groups أو ظهرية في بعض المجاميع. A uterine bore is present on the dorsal or ventral surface. يعني اليوتراس يكون حاوي على فتحة تسمى فتحة الرحم، وتكون هذه الفتحة موجودة إما على منطقة الظهر على سطح الظهري أو على سطح البطني. إذن ما دام تحت اليوتراين بور، إذن حلها في هنا جسم الدودة يتكون من سكولكس، نيك مثل ما قلنا في بعض الأحيان، إما جور بروكلوتيد ومجور بروكلوتيد، ولا تتكون الجرافت بروكلوتيد. ليش؟ بسبب وجود اليوتراين بور. قلنا لكم من توجد اليوترين بور راح تطلع البيوض الى الخارج، وبالتالي راح يتوسع الرحم. لكن عندما يفقد اليوترين بور حتتجمع البيوض بالرحم ويزداد حجم الرحم ويملي القطعه كلها وتتحول من مجهور بروكلودت الى كرافت بروكلودت. اذا في هذا الاوردر هل تكون لا نلاحظ قطع حبله؟ ناتي الان على البيوض. The eggs are usually operculate تكون البيض عادة مغطاة بغطاء يسمى بالأوبوريكولام and contain a ciliated embryo called coracidium وتحتوي على جنين مهدب يسمى هذا الجنين بالكوراسيديوم أو الزغبة الزغبة. هناخد طفيلي على هذا الأوردر اللي هو سيدوفيليدي
والطفيلي هو دايفين لو بافريام لاتا. هذا هو الساينتفك نيم لهذه الديدان. أما الكمان نيم تسمى بالبروت فيش تيب ورم، ديدان الشريطية العريضة الموجودة وين؟ بالأسماك. كوزز دايفين لوبوفرياسيس، تسبب مرض يسمى بالدايفين لوبوفرياسيس. This disorder is common in fish eating carnivores in northern Europe, Russia, the Arctic and Great Lakes area of northern America. هذه النوع من الديدان الشريطية تكون عادة متواجدة في الحيوانات التي تأكل الأسماك، وخاصة في أوروبا الشمالية، روسيا، أركتيك and the greatest Great Lakes areas of North America، وفي قاره أمريكا الشمالية. There appear to be little host specificity for adults have been recovered from the intestine of many canines, felines, guinea bears and human. يعني تعيش في بعض الأمعاء ما يسمى many canines اللي هي الحيوانات الكلبية، الفيلنز والبيني بيرس والبيرس انت هيومنز، بيرس دبابة والإنسان. In humans, Diphyllo Bafilum latum can be a serious pathogen، يعني سبب لي يعتبر كائن ممرض خطير. Causing Albernicious Anemia، تسبب مرض يسمى بفقر الدم الخبيث. This is due to the worm absorbing large amount of vitamin B12، وهذا يعود ان هذه النوع من الديدان تمتص كميات كبيرة من فيتامين B12 اللي يدخل وين؟ بتكوين كريات الدم الحمراء، وبالتالي يسبب لي نقل فقر دم، يسمى هذا فقر دم بالبيرنيشياس انيميا، فقر دم خبيث. مثل ما تلاحظون هذه هي الدودة، شوفوا اطوالها، تكون عدد كبير من القطع يصل الى الالاف. نأتي الآن على فقرة المورفولوجي لدودة الدايفيلوبوفريم لاتم. بعدد ورم، الدودة البالغة reach a length of 10 meters or more، يعني يصل طولها إلى ما يقارب 10 أمتار أو أكثر، وعادة تحتوي على عدد كبير من القطع يصل كأقصى حد 3000 قطعة. الرأس لهذه الديدان يكون متطاول، بس كولكس of this of دايفيلوبوفريم لاتم is elongate، يكون متطاول. Spoon shaped، شكله يشبه الملعقة. And has two long sucking grooves، ويحتوي على زوج من الممصات اللي تكون بشكل أخاديد. واحد من هذه الممصات تكون على الجهة الظهرية، أما الآخر فيكون على الجهة البطنية. The mature and graft proclaimed are wider than long، يعني قطع الحبلة والناضجة تكون ذات عرض أعلى من طولها، وتحتوي على أعضاء التكاثرية اللي هي عادة يكون اليوتراس اللي عادة ما يقع في منتصف القطع الحبلة أو الناضج. Both eggs and broglots may be formed in the stool، كل يعني نجد في الغائط المضيف النهائي إما البيضة أو القطاع الحبلة. مثل ما ذكرنا سابقا all broglots are wider than they long، يعني تكون ذات عروض أكثر من طولها. وعادة ما تفتح الجينيتال بور اوبن ميد فنترالي، على الجهة البطنية في المنتصف. الاكس تكون تتراوح ما بين 40-60 مايكرومتر ان سايز، حجم يتراوح ما بين 40-60 مايكرومتر. برودلي اوفال، يعني عريضة بشكل واسع. انت اوبوريكوليتد، وتحتوي على غطاء. There is a small lump on the aboriculated end، هناك ما يسمى ببروز صغير على فتحة الأوبريكوليتد وين ريليز عندما تتحرر. أوفو آر شيد أب تو أ مليون إن وان دايز، وتطرح بأعداد كبيرة تصل إلى الملايين باليوم الواحد. نأتي إلى دورة حياة هذه الديدان. مثل ما قلنا إن هذه الديدان تتكون من طورين يراقية، الطور الأول يسمى بروسيركويد، والطور الثاني يسمى بالبليرو سيركويد. هذا هو البليرو سيركويد وهذا هو البرو سيركويد. نأتي مثل ما قلنا على دورة الحياة، قلنا الإنسان وبقية الحيوانات التي تأكل الأسماك تكون مضاف نهائية لهذه الديدان. تطرح البيض مع الغاض إلى الخارج، وحال طرحها تكون أن إمبرينيتد إيك، بيض غير ناضجة، تطرح مع الغاض أوف ديفينيتيف هوست، وهذا يعتبر الطور التشخيصي لهذه الديدان. تنضج هذه الديدان
وتصبح حاوية على جنين، يسمى هذا الجنين مثل ما ذكرنا سابقا بالكورا سيديوم أو يسمى بالزغبة، اللي يفقس من البيضة ويتناول المضيف الوسط الأول، هو نوع من الحيوانات القشرية اللي يتبع من دافية الأقدام، حيتناول هذا الكورا سيديوم، وبداخله حيتحول إلى بروسرجويد. بروسرجويد بعد التناول بروسرجويد لاربا ديفلوب ان ذا بادي كافيتي اوف كريستيشن، أو القشريات، يعني حتى تناول القشريات للكوراسيديوم في داخله حيتحول إلى طول اليرق الأول هو البروسرجويد. ومن ثم انفكتد كريستيشن، يعني القشريات المصابة انجستد باي سكند انترميديت هوست، تهضم من قبل المضيف الوسط الثاني اللي هو عادة يكون شنو يوجوال سمول فيش، عادة الأسماك تكون صغيرة. داخل هذه الأسماك حيتحول إلى الطور الثاني اللي هو البليروسوركايد. هذه الأسماك صغيرة أما تؤكل مباشرة من قبل الإنسان، يعني الأسماك المصابة بالبليروسوركايد اللي يعتبر الطور المعدي بالنسبة للإنسان، أما تؤكل مباشرة من قبل الإنسان أو تؤكل من قبل أسماك أكبر حجما منها. وعندما يأكل الإنسان هذه الأسماك الكبيرة بالحجم أيضا المصابة بالبليروسوركايت أيضا ينصاب بهذا النوع من الديدان، وحال تناوله تهضم السمكة ويخرج البليروسوركايت ويتطور إلى ما يسمى بالديدان البالغة اللي هو الأدلت اللي وين تعيش بالسمول انتستاين. واضح؟ إذا قلنا الإنسان أو المضاف التي تأكل الأسماك تطرح بيضة تكون غير ناضجة، تنضج البيضة في الماء، تفقس عن جنين يسمى بالكولوسيديوم أو الزغبة، يؤكل من قبل الكريستيشن القشريات ويتحول داخل الكريستيشن إلى بروسيركويد الطور الوسطي الأول، ومن ثم حال أكل الأسماك الكريستيشن المصابة بالبروسيركويد حيتحول بداخله إلى بليروسيركويد. وهذه الأسماك الصغيرة إما تؤكل من أسماك أكبر حجما منها أو تؤكل مباشرة من قبل الإنسان، فينصاب الإنسان به في حال احتواء على بليروسوركويد، أو ينصاب الإنسان عن طريق تناول الأسماك الكبيرة الحاوية بليروسوركويد. إذن الطور المعدي للإنسان وضعه النهاية بليروسوركويد، الطور التشخيصي هي الآن امبرينيتد إيج اللي تكون حاوية على خطأ أوبريك فينال. اللي شرحناه هنا كله موجود في هذه الفقرة. نجي على الإمراضية الباثوجينيسيتي. Most individuals infected with a fish tapeworm are asymptomatic. يعني جميع الأفراد المصابين بهذه الديدان يكونوا بدون أعراض مرضية. However, لكن digestive disturbance including abdominal pain في بعض الأحيان حتصير مضاعفات في القناة الهضمية تتضمن abdominal pain ألم بطني and cramps accompanied by weight loss may occur وأيضا فقدان الوزن but healthy individual may be experience few symptoms والأشخاص الأصحاء يعني may be experience few symptoms يعني تفعل عليهم بعض الأعراض anemia or pernicious anemia يعني فقد الدم أو فقد الدم الخبيث in heavy infection في حالة الإصابة الخفيفة الشديدة يصاب الإنسان بما يسمى بالبرنيشيس أنيميا أو الأنيميا هما فقر الدم أو فقر الدم الخبيث، وهذا ينتج مثل ما قلنا سابقا عن امتصاص فيتامين بي 12 من قبل هذه الديدان وبالتالي يؤدي إلى نقصان فيتامين بي 12 اللي له دور مهم في تكوين كريات الدم الحمر، وهذا نتيجة لوجود الطفيليات في أمعاء المضاد. مثل ما قلنا لكم التشخيص يكون عن طريق الـ Unambulated Ova in situ. هناك حالة مرضية تسمى بالسبارغانوزيس وهي عبارة عن إصابة طفيلية تصيب الإنسان نتيجة لإصابته بالطور البليروسيركويد وهو الطور اليرقي الثاني لديدان دايفيلوبوفيريوم مانسونيدز. هذا النوع من الدايفيلوبوفيريوم عادة ما يصيب القطط والكلاب، لكن في بعض الأحيان وبطريقة عربية يصيب الإنسان، وعند إصابة للإنسان تسبب هذه الحالة المرضية. وهنا الإنسان يعتبر مضيف غير نهائي، بل يعتبر إما second intermediate host أو ما يسمى بالباراتينيك intermediate host. باراتينيك intermediate host يقصد به الكائن الحي الذي يأوي طفيلية ناضج جنسيا
وهو غير ضروري لتكملة دورة حياة الطفل. في هذه الحالة تهاجر طور اليرق في الجيراسوركويد to many parts of the body، في عدة أجزاء من الجسم، وتستقر أما تحت الجلد subcutaneous tissue أنسجة تحت الجلدية، أو في منطقة الصدر breast، أو في منطقة محجر العين كما نلاحظ في هذه الصور، أو ما يسمى بالأوربت، أو في الجهاز البولي urinary tract، أو بالتجويف البلورال كافيتي تجويف الجنابي، أو بالرئة abdominal fissure، أو في الأحشاء البطنية، وآخرها بالبرين كما نلاحظ في هذه الصورة. هذه الحالة تسمى بالسبارغانوزيس. نتحول الآن إلى الأوردر الثاني لكلاس السيستودي، يسمى هذا الأوردر بالسايكلوفيليدي، ويضم ديدان تعتبر طفيلات شائعة تصيب أمعاء الحيوانات البرمائية والزواحف والطيور وحيوان واللبان. تتصف أفراد هذا الأوردر بما بالنقاط الآتية: Vescolex usually contains four cup-shaped suckers، يعني السكولكس أو منطقة الرأس تحتوي على أربعة محاجم تكون كوبية الشكل وعددها أربعة. بروستيلم اللي تكون عادة، بروستيلم هي منطقة الخطم اللي تكون في النهاية الأمامية للجسم فوق منطقة السكرز، usually present or absent، يعني يكون إما موجود أو مفقود، at may or may not be armed، يعني يكون إما مسلح أو غير مسلح. تقصد بها كلمة armed، كلمة armed تقصد بها الهوكس، يعني يكون إما مزود بهوكس أو غير مزود بهوكس. يوتيراين بور is absent or gravid procloidic developed، يعني فتحة الرحم مفقودة، والهذا راح تتطور وراح تنشئني ما تسمى بالقطع الناضجة، العفو القطع الحبلى. جينيتال بور is lateral to the procloid، تكون الفتحة التكاثرية أو فتحة التكاثر المشتركة تفتح على الجهة الجانبية. فيتيليني جلاند is single، تكون الغدد المحية مفردة compact مدمجة and usually posterior to the ovary، ويكون موقعها عادة خلف منطقة المبيض. Proglodids are often wider than long، وعادة ما تكون القطع الجسمية ذات عرض أكثر من الطول. طبعا هنا حنلاحظ عدد من الفروقات ما بين الأوردر سايكلوفيليدي والأوردر سيدوفيليدي. أول فرق هو بالسكولكس، كان السكولكس بالأوردر سيدوفيليدي كان عبارة عن بوفيرية، أما هنا ايش حيكون؟ يكون مزود ما يسمى بفور كوب شيب سكرز، يحتوي على أربع مماصات كوبية الشكل. النقطة الثانية يوتيرين بور از أبسنت، تكون فاقدة فتحة الرحم، لكن بالسيدوفيليدي كانت فتحة الرحم موجودة. هنا حنلاحظ جرافت بروكلوتد بالسيدوفيليدي، ما نلاحظ الجرافت بروكلوتد إلا في حالات نادرة. Genital bore is lateral to the proglottid، إنها حتكون الفتحة التكاثرية المشتركة تكون جانبية الموقع، أما بالسيدوفيليدي كانت بطنية الموقع. الغدد المحية تكون مفردة بالسيدوفيليدي مدمجة وتقع خلف الأوثري، أما بالسيدوفيليدي كانت الغدد المحية منتشرة في جميع أنحاء القطعة الجسمية. هذه هي النقاط التمييزية ما بين الأوردر سايكلوفيليدي والسيدوفيليدي، أو الفروقات أو الاختلافات ما بين الأوردر سايكلوفيليدي والأوردر سيدوفيليدي. طبعا هي من النقاط المهمة جدا، ولهذا يجب الانتباه عليها. نأتي الآن إلى فقرة ما تسمى بالكرافيس سيجمنتس، نقصد بها الكرافيس سيجمنتس أو القطع الحبلى. عادة قطع الحبلة generally leave the host body individually، يعني تغادر قطع الحبلة جسم المضيف بشكل مفرد، لكن but may also be released in groups، لكن ممكن أن تطرح بشكل مجاميع. non-operculate egg، تكون البيضة أيضا، وهي أهم واحدة من الفروقات ما بين السيكلوفيد والسيدوفيليدي، أن البيضة هنا تكون non-operculate بينما بالسيدوفيليدي كانت operculate. البيوض الغير حاوي على غطاء escape by rupture or disintegration of gravid proglottid، احنا مو قلنا هنا الجسم راح يطرح قطع حبلة، شلون تتحرر البيوض؟ عندما تطرح قطع الحبلة الى البيئة تجف هذه القطع وتتكسر، مما يؤدي الى تحطمها، ومن ثم هروب البيضة الى الخارج، وتتطور البيضة
into form of the bladder worm in an invertebrate or vertebrate intermediate host، وتتطور إلى طور يرقي يشبه المثانوي، يسمى بالدودة المثانية، في المضاعف اللافقرية أو الفقرية، والتي تعتبر مضاعف وسطية لهذا النوع من الديدة. Infective eggs يعني البيوض اللي تكون ناضجة ولها القابلية على إصابة المضاعف الأخرى. Contain an oncosphere larva تحتوي على جنين سداسي الأشواك that bear 6 hooks. لماذا سمي جنين سداسي الأشواك؟ لأنه يحتوي على 6 أشواك. They have a variety of intermediate host type both invertebrate and vertebrate. يعني لها أنواع مختلفة من المضاعف الوسطية اللي تشمل مضاعف لا فقرية ومضاعف فقرية. بالاعتماد على نوع الديدان الشريطية، the larval cystodiasis stage in the vertebrate intermediate host may be as cysticercus، يعني الأطوار اليرقية اللي حنلاحظها بالمضاعف الفقرية الوسطية تكون إما ما يسمى بالسيستيسيركس، سيتروبيلا سيركس، سينيورس أو ما يسمى بالمالتيسيبس أو هايداتسيست. يعني بالمضاعف الوسطية الفقرية حنلاحظ أطوار يرقية لهذا النوع من الديدان اللي تتبع الأوردر سايكلوفيليدي، وتسمى هذه الأطوار إما بالسيستيسيركس، سيتروبيلا سيركس، سينيورس أو ما يسمى بالهادد السيست أو هو الأكياس المائية. حنجي الآن نشرح كل فقرة. اللارفا انفرتبريت هوست يعني اليرقات الموجودة وين؟ بالمضاف الفقرية. مثل ما شرحنا في السلايد السابق أنها تكون هناك تكون تتواجد بأربعة أشكال. سيستي سيركاست أول شكل هو سيستي سيركاست اللي هو شنو؟ هاي الصورة مالته. Has a bladder-like form with an invaginated scolex located at one end. يعني شكلها يشبه المثانة، والscolex تكون منبعجة إلى الداخل. Invaginated scolex يعني رأس منبعج إلى الداخل ويكون في واحدة من النهايات. أما الستروبيل سيركس is similar to the adult worm، تكون تشبه الديدان البالغة. In which a scolex is visible، حنلاحظ فيه منطقة scolex، but has a terminal bladder and rather than proglottis، ولكن تحتوي في النهاية الخلفية على ما يسمى بالبلادر أو المثانة، ولا تحتوي على قطع. Seniorus is similar to the cysticercus، يكون مشابه للcysticercus، but bears multiple scolex. يعني هذا السينيوس يكون مشابه للسيستي سيركس، لكن الفرق شبيه؟ يكون حاوي على عدد من الرؤيسات أو عدد من الرؤوس التابعة لعدد من الديدان. يعني هنا كان لدودة واحدة، هنا حيكون لعدد من الديدان يتراوح 2 4 6 8 10 تقريبا 11 دودة. أما الهادت السيس فهو عبارة عن كيس مائي، فهو عبارة ما يسمى بالبروت بودز على بالحضنة. ديفلوب تتطور within the bladder خلال ما يسمى بالبلدة أو المثانة، and give rise to multiple scolices، وتعطيني أعداد كبيرة من ما يسمى بالرؤيسات الأولية اللي تراوح عددها تقريبا 20 رؤيس أولي. and each hydrocyst may contain thousands of scolices، وكل كيس مائي يحتوي على آلاف من الرؤيسات الأولية. أما الآن اللارفا invertebrate intermediate host، هناك لارفا تعيش في المضاف اللافقرية، تسمى هذه اللارفا تسمى بالسيستيسيركويدز، وتكون المضاف اللافقرية عادة من تتبع الحيوانات تتبع مفصلية الأرجل. These have no bladder but a simple invaginated scolex، يعني تكون حاوية على رأس منبعج إلى الداخل ولا تحتوي على ما يسمى بالمثانة. The scolex has four prominent suckers and a terminal rostella، ويحتوي الرأس على أربعة محاجم وما يسمى terminal rostella يعني خطم طرفي، which may or may not be armed with hooks، ويكون إما حاوي أو غير حاوي على الأشواك. حنجي الآن نشرح
هناخذ مثال عليه هي الطفيليه التينيه او التينيا سبيشيز، هناخذ عليه الدوتين تينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. نجي على التينيا سبيشيز بشكل عام. There are several species of tinea. هناك انواع متعدده من طفيلي التينيا. That humans are likely to be encountered. اللي يواجهها الانسان. This include two species. هاي بتتضمن نوعين اللي يصيب الانسان ويعتبر كمضيف نهائي. هذين النوعين هي التينيا ساجيناتا والكمان نيم اللي هي the beef tapeworm، الديدان الشريطيه الموجوده وين؟ بالابقار. التينيا سوليوم والكمان نيم اللي هي the pork tapeworm، الديدان الشريطيه الموجوده في الخنازير. Similar species of tinea also infect dogs and cats. وهناك انواع اخرى من التينيا ايضا تصيب القطط والكلاب وتسمى هذا النوع من التينيا يسمى بالتينيا بيسيفورمس. And humans are likely to encounter bees when they note the presence of this tapeworm propolis in their pet feces. يعني بيكون الانسان عرضة للاصابة بهذا النوع من الديدان خاصة عندما يكون بتماس مباشر مع البيز فيسز، يعني غائط الحيوانات اللي هي الكات والدوز. All species of tinea have similar life cycle. جميع الأنواع تتبع التينيا لها دورة حياة مشابهة. The adult tapeworm lives in the definitive host small intestine. تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة للمضاف النهائي. Procloded اللي يوصل بها القطع، which contain eggs اللي تحتوي على البيضة على البيوض. Breaks off from the posterior end of the tapeworm. يعني شو يقصد بالبروكلوتس هنا؟ الكرافت بروكلوتس احنا قلنا هنا لا تحتوي على تراين بور، وبالتالي الرحم حيتوسع ويحتلي اغلب القطع الجسميه ويغطي الاعضاء التكافليه الذكريه والانثويه، وتكون القطعه عباره عن رحم مملوء بالبيض. تسمى هذه القطعه كما اسلفنا سابقا بالكرافت بروكلوتس. هنا يكون يعني من تطرح للخارج break off from the posterior end of the tapeworm، عند حال طرحها تنفصل من النهاية الخلفية للديدان الشريطية ومن ثم تطرح إما عن طريق غائط المضيف or they dissolve in the host intestine and eggs are passed in the feces، أو في بعض الأحيان تتحلل هذه القطع في أمعاء المضيف وتطرح البيوض عن طريق الغائط. When a suitable intermediate host ingests the eggs، يعني لما يتناول المضيف الوسطي الملائم لهذه البيوض، the oncosphere larva is released. اليرقة أو الجنين سداس الأشواك راح يتحرر من هذه البيضة. And with the aid of the embryonic host، وبمساعدة هذه الأشواك penetrate the intestinal wall، راح يخترق لي جدار الأمعاء and enters the bloodstream، ويدخل مجرى الدم، ومن ثم يصل عن طريق مجرى الدم يصل إلى الكبد. وحال وصوله إلى الكبد فإن الأنكوسفير أو جينسيتاس أشواك begins to develop into a cysticercus، يبدأ بالتطور إلى ما يسمى بالدودة الثانية. بعد تكون الديدان الثانية في الكبد، تترك الكبد وترتبط بالجهاز المساريقي في جميع أنحاء تجويف البطن، ويصاب المضيف النهائي عندما يأكل مضيفا متوسطا مصابا بهذه التراكيب. عند ابتلاع هذه التراكيب يخرج السكوليكس ويلتصق ببطانة الأمعاء وتتفكك المثانة وتتشكل الستروبين من خلال تبرع منطقة الرقبة، وبالتالي تتكون الديدان البالغة. نادرا ما تسبب بالغات الديدان الشريطية مشاكل في الأمعاء الدقيقة للمضيفين النهائي، ولكنها في حالات استثنائية ونظرا لحجمها الكبير قد تسد الديدان الشريطية مجرى الأمعاء وتتسبب في مشاكل في الأمعاء، أو قد تستقر قطع الديدان الشريطية في الزائدة الدودية مما يؤدي إلى التهابها. تتميز القطع الجسمية في التينية بكونها كبيرة وعضلية، وفي بعض الأحيان قد تزحف هذه القطع أما بشكل مفرد أو أو بشكل سلاسل طويلة من القطع من فتحات الشاج للإنسان المصاب. تسمى المرحلة اليرقية وتمثل الطور المعدي للبشر في تينيا سونيوم بسيستي سيركاس سيليلوزي، وتكتفي هذه الحالة بشكل مائل لكونها الدودة مصغرة أو ما يسمى بالدودة المثانية، في حين تسمى في تينيا ساجيناتا بسيستي سيركاس بوفيس.
هذا الاستايل توضح دورة حياة التينا سبيشيز، إذ يكون الإنسان النظيف النهائي لهذه الديدان، وتعيش الديدان البالغة في قناة عظمية، ويطرح مع الغائط إما قطع حبلة مملوء بالبيوض أو البيوض مباشرة إلى البيئة. في حال طرح القطع الحبلة، فإنها بعد فترة تجف وتتكسر محررة البيوض إلى البيئة، ويتناولها النظيف الوسطي عن طريق تناول الماء والغذاء الملوث بهذه البيوض. حال تناول البيوض من قبل النظيف الوسطي، فإنها تتحول إلى جنين سداسي الأشواك. الأشواك الموجودة في هذا الجنين تساعد على اختراق جدار القناة الهضمية في النظافة الوسطية، ومن ثم تصل إلى مجرى الدم التي محملها إلى الكبد، ومن ثم تستقر إلى الكبد وتتحول هناك إلى ما يسمى بالدودة المثانية اللي سميناها سيستي سيركس، وتسمى في حال وجود المضاعف الوسطية أبقار سيستي سيركس بوفيز، وفي حال وجود المضاعف الوسطية خنازير سيستي سيركس سيليلوزي. المضاعف النهائية تصاب بهذه الديدان عن طريق تناول اللحوم المضاعف الوسطية المصاب بهذه الأطوار المعدية، وبعد تناول هذه اللحوم المصابة تتم إكمال دورة الحياة وتتحول إلى ديدان بالغة في قناة الهضمية للإنسان، وبهذا تستمر دورة الحياة لهذه الدودة. نأتي الآن إلى ذكر حالة مرضية تسمى بالسيستي سيركوسيس، أو يسموها بداء الكيسات، وهي عبارة عن عدوى جهازية ناتجة عن انتشار الأطوار اليرقية من الدودة الشريطية التي تصيب الخنازير والتي هي تينسونيوم، وتنتشر انتشارا كبيرا في البلدان النامية بسبب عدم وجود الظروف الصحية المناسبة، وكذلك تربية الخنازير المحلية دون وجود أنظمة مراقبة بيطرية مناسبة أو أنظمة مراقبة ملائمة. تحدث هذه الحالة بشكل رئيسي في الدول التي تأكل لحم الخنزير بسبب استهلاك لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا، ويعد البشر كمضاف نهائية لهذه الديدان. ويصاب البشر عند ابتلاع البيض عن طريق انتقال البراز عن طريق الفم، ويصبح الإنسان في هذه الحالة مضيفا عرضيا أو وسيطا، وتتطور هذه الحالة داخل الأعضاء التي بدورها تأثر على أعضاء مختلفة مثل الدماغ والحبل الشوكي والعضلات والأنسجة تحت الجلد والقلب، وتختلف هذه الأعراض اعتمادا عن موقع تكيس اليرقات وعدد الأكياس ومدى الاستجابة الالتهابية المرتبطة به. في حالة التشخيص تستخدم الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي للتشخيص. نأتي الآن إلى ذكر أجناس أخرى تعود إلى الأوردر الساكلوفيليدي، والتي تسبب أمراض مهمة للإنسان والحيوان بآن واحد. من هذه الأجناس جنس الإيكاينوكوكس. يسبب الإيكاينوكوكس مرض يسمى بداء المشوكات اللي هو إيكاينوكوكوسيس. وداء المشوكات هو عبارة عن مرض حيواني زونوتيك ديزيز، أي نوع من أنواع الأمراض تنتقل بشكل طبيعي ما بين الإنسان والحيوان. المضاف النهائي لهذا الجنس اللي هو الإيكاينوكوكوس هي الكلاب وبقية الفصيلة الكلبية كالضباع والقطط. وكذلك دعوة الكلاب وسيلة نقل مهمة في انتقال هذا النوع من الأمراض بسبب علاقة الوثيقة مع البشر. أما المضاف الوسطي للإيكاينوكوكوس فهي الأغنام والأبقار، وأيضا الإنسان الذي يعتبر فيما يسمى مضيف وسطي نهائي. وذلك لأن في حالة إصابة إنسان بهذا النوع من الديدان، فإن الدودة لا تستطيع تكمل دورة حياتها بسبب عدم مقدرة المضيف النهائي على تناول هذه الأعضاء المصابة الموجودة بالإنسان. عند إصابة المضاف الوسطية بهذا النوع من الديدان، يلاحظ عدم وجود أعراض في المراحل المبكرة من الإصابة، إذ تتأخر ظهور هذه الأعراض. وهناك عدد من المصادر تشير أن في حال إصابة الإنسان بهذه الأكياس، فإن هذه الكيس يزداد قطره 1 سنتيمتر في كل عام. ولهذا فإن في حال إصابة الإنسان هذا يتوقع أنه بعد 5 سنين أو 10 سنين راح تتحول إلى كيس كامل، وتظهر الأعراض هذا المرض التي تتطور وتكون أكياس مملوءة بالماء في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والرئتين، ولتكون نسبة الأعظم من الإصابة بها بالأمراض، وأيضا تنتشر في جميع أنحاء الجسم حتى تصل إلى العين والدماغ، ولكن بنسبة أقل. يمكن تؤدي هذه الأكياس إلى الموت في الحالات المتأخرة. ويعتبر داء المشوكات مشكلة صحية عامة رئيسية في بعض البلدان، ويعتقد أن ما يقرب من 2 إلى 3 مليون حالة إصابة بشرية تحدث في جميع أنحاء العالم. بسبب هذا النوع من الديدان
مرض يسمى بالسيستيك ايكانوكوكوسيس او ما يسمى بالحدد السيست. وينتج هذا المرض عن الطفيل يسمى ايكانوكوكوس كرونيوليوزيس او ما يسمى المشوكة الحبيبية، واللي بيعتبر اكثر اشكال الامراض شيوعا بين البشر والحيوانات الاليفة. نظرا لان يرقة هذا الكائن الحي تتطور عادة كأكياس منفصلة، فهي تعتبر أقل الأشكال خطورة والأكثر قابلية للعلاج. ومع ذلك قد تسبب الأكياس الكبيرة أضرار لا رجعة فيها للأعضاء، ويمكن عدة تأمزق الكيس أو ثقبه إلى نمو أطوار كيسية ويصل بها الأكياس المائية في الأعضاء المحتملة للإصابة بمحتويات هذا الكيس، أو قد تسبب تفاعلات سمية نتيجة لخروج محتويات الكيس الحاوي على فضلات الطفيل التي كانت موجودة ضمن محتويات السائل. أما الأعراض فهي عادة ما تظهر على البشر بعد سنوات عديدة من الإصابة، وتكون في السنوات الأولى عديمة الأعراض. إضافة إلى ذلك يسبب هذا المرض خسائر اقتصادية للحيوانات التي تربيها البشر، ينتج عنها إتلاف أو مصادرة الأعضاء الداخلية المصابة ومن ثم إتلافها عند فحص اللحوم وملاحظة الأكياس المائية في الأعضاء الداخلية للحيوانات. في بعض الحالات قد يؤدي أيضا إلى انخفاض إنتاج اللحوم والحليب. نأتي الآن إلى وصف المظهر الخارجي المورفولوجي لطفين إيكانوكوكوس جرانيولوسيس. بشكل عام توجد في ديدان شريطية ثلاثة مراحل نمو مختلفة، وهي البيوب إكس، اليرقات لارفي، والبالغات أدلتس. تتميز بالغات ديدان إيكانوكوكوس كرونيولوسيس بكونها صغيرة الحجم كما تشاهدون على يمين الشاشة، بيتراوح طولها ما بين 2 إلى 6 مليمتر، وتكون مزودة بسكولكس أي رأس مع ثلاثة قطع جسمية اللي هي إيماتشور بروكلودد ماتشور بروكلادد والقطع الحبلى. تسبق هذه القطع منطقة أخرى تسمى منطقة العنق، أي بشكل عام يتكون جسم الدودة من سكولكس نك وثلاثة قطع جسمية فقط اللي هي إماتشور والماتشور وآخرها الجرافيتو بروكلادد. نأتي الآن على شرح كل جزء من أجزاء هذا الجسم بشكل مفصل. يحتوي السكولكس على أربع ممصات جانبية وكروية الشكل، ولها أيضا خطم قابل للسحب، ومزود هذا الخطم بتاج مزدوج من الخطاطيف يبلغ عدده ما بين 28 إلى 50 شوكة. بعد الرأس تأتي منطقة العنق، ومن ثم تأتي القطعة الجسمية الأولى وتكون غير ناضجة المجور، ومن ثم قطعة وسطية تكون ناضجة وتحتوي على أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية وتسمى هذه القطعة بالمجور بروكلودد، وآخرها هي القطعة الحبلى بالكرافت والتسمى بالكرافت بلوكلوتيت وتكون حاوية على الرحم مملوء بالبيض. أما بيوض هذه الديدان ومعظم الديدان الشريطية تتميز بكونها صغيرة ومستديرة ويتراوح قطرها ما بين 30 إلى 43 مايكرومتر، وذات قشرة سميكة وحاوية على جنين سداسي الأشواك يسمى جنين سداسي الأشواك بالهكسوكانث إمبريو. يعرف الطور اليرقي المتكيس في ديدان إيكانوكوكوس كرانيولوسيس باسم الديدان المثانية أو ما يسمى بالبلادر وورم أو الأكياس العدرية بالهايدادد، وتنتج ما يسمى بالرئيسات الأولية بروتوسكوليسيس التي تظهر على شكل رئيسات صغيرة منبعجة إلى الداخل تحتوي على رأس الدودة وأشواكها، أي أنها دودة مصغرة بدون وجود بقية القطع. ويكون الكيس حاوي على ملايين من هذه الرئيسات، ففي حال تمزق الكيس أو انفجاره تخرج هذه الرئيسات مع السائل إلى بقية أجزاء الجسم، وكل رئيس أولي قادر على تكوين دودة مستقبلا، أي في حال انفجار الكيس بدون معرفة الشخص بأن الكيس منفجر فإنه في مستقبلا سوف يكون حاوي على ملايين من هذه الديدان، بالإضافة إلى أن السائل يكون حاوي على إفرازات الطفيل بمسبب تفاعلات حساسية قد تؤدي إلى الموت. تنشأ هذه الرئيسات أولي إما مباشرة من الطبقة الجرثومية جرمينال ليار لجدار الكيس كما تلاحظون في الشكل الموجود في السلايد، أو عن طريق تكوين ما يسمى بالردل الرمل العذري لحدات الساند الذي ينشأ إما بتبرعم داخلي إندوجيناس أو الخارج إكسوجيناس للطبقة الجرثومية.
نأتي الآن إلى شرح مبسط لدورة حياة الطفيلي إليكانا كوكس كرانيولوزيس. كما يلاحظ من الشكل، فإن هذا الطفيلي يحتاج مضيفين لتكمل دورة حياته. مضيف نهائي يسمى بالديفينيتيف هوست، واللي عادة ما يكون الكلاب كانز، الفلز القطط البرية أند هاينز اللي هي الضباع، ومضاف وسطية انترميديت هوست وهي تضم جميع الحيوانات آكلة الأعشاب ومن ضمنها الإنسان. تحدث الإصابة عندما تأكل المضاف النهائية الأنسجة المصابة بالأكياس المائية، وحال تناولها سوف يعني ينفجر هذا الكيس محررا ما يسمى بالبروتوسكوليكس اللي هي الرؤيسات الأولية، وتكون في البداية ما يسمى بالإنفاجينيشن بروتوسكوليكس، أي رؤيسات حاوية على الديدان، لكن تكون إنفاجينيشن سكوليكس، يكون إنفاجينيشن يعني منبعج إلى الداخل، ومن ثم يكون إيفاجينيشن، ويسمى في هذه الحالة إيفاجينيشن سكوليكس. عن طريق وجود الهوكس السكولكس اتاج تو ذا انتستاين تو ذا سمول انتستاين، وتروح للسمول انتستاين وتتطور لما يسمى بالديدان البالغه ادلت ان سمول انتستاين اوف ديفينيتيف هوست. مثل ما وضحنا سابقا الالداد يتكون من ثلاث قطع اللي هي سكولكس نيك وستروبل، والستروبل تتكون من عدد من القطع، قطعه القريبه من النيك تسمى اماتشور، تليها قطعه الماتشور، واخرها قطعه الكرافت بروكلوتيد اللي تكون حاوية على أعداد كبيرة من البيوض. عند تواجد في الأمعاء الدقيقة المضاف النهائية تطرح القطع الحبلى وفي بعض الأحيان البيوض إلى الخارج، وتكون حال طرحها تعتبر الطور المعدي للمضاف الوسطي. تكون البيضة ناضجة تحتوي في داخلها ما يسمى بالجنين سداسي الأشواك، اللي مثل ما نلاحظ هنا ان تكون بيضة تكون امبريونيتد تحتاج فترة عم تنضج، ويتحرر جنين يسمى جنين سداسي الاشواك او يسمى بالانكوسفير اللي يخترق جدار الامعاء ويذهب الى الدم، ومن ثم تستقر بالاعضاء اللي تشمل الكبد والرئة، وفي بعض الاحيان تصل الى الدماغ والى العين. وحال استقرارها تتحول الى ما يسمى بالدودة الثانية او ما يسمى بالهايدد سيست، تتحول إلى ما يسمى بالهايدد سيست اللي هو الكيس المائي. كل هذا شرحته هنا موجود في هذه الفقرة. The definitive host for echinococcus granulosis يعني مضاف نهائي لهذا الطفيلي become infected when they ingest cyst، تكون تصاب بهذا الطفيلي لما تتناول الأكياس الموجودة في أنسجة المضاف الوسطي. Feeding the visceral to intermediate host to dogs prepitus second in dominatus animals. يعني في بعض الأحيان يتغذى المضاف النهائي على أحشاء نفس الفقرة السابقة، أنه من يتغذى على الكياس المائية تستمر الإصابة. يتطور الكيس into tearborn بالأمعاء الدقيقة، يتطور الكيس إلى ديدان شريطية، ومن ثم تنضج بالسمول انتستاين. الكرافت بروكلاس راح تطرح او عن طريق او البيض عن طريق الغائط، وتكون حال طرحها بالطور المعدي، تكون في حاله الطور المعدي. البيوض هنا هافت فقط مهمه ان كان كوكس ايجز هاف ا ستيكي كود ذات ويل ادهير تو ان انيمالز فور اند اذر اوبجكت. يعني لما يطرح الفرض الكلاب لما تطرح هذه الديدان او هذه البيوض في بعض الاحيان تلتصق هذه البيوض بالفرو الموجود في الكلاب، وتنتقل هذه الإصابة عند حال لمس الكلاب حال لمس الإنسان للكلاب المصابة، وتنتقل الإصابة عن طريق البيوض، تنتقل الإصابة إلى الإنسان مثل ما قلنا، وبعدين تكمل دورة حياته. الإنسان هنا يعتبر ما يسمى بالمضيف الوسطي، لكن في نفس الوقت يعتبر مضيف نهائي أو يسمى بالإند dead end intermediate host dead end intermediate host، بسبب أن حال إصابة الإنسان لا يستطيع المضيف النهائي تناول أعضاء المصابة في الإنسان. لأهمية هذا الطفيلي نذكر هنا بعض النقاط المهمة التي يجب التعرف عليها. أولا، الإصابة بهذا النوع من الديدان تسبب أكياس تستقر في العديد من الأعضاء المختلفة، ولكنها توجد في أغلب الأحيان في الكبد وبنسبة أقل في الرئتين وبقية أعضاء الجسم.
يختلف معدل تطور الأكياس باختلاف المضيق الوسطي وأنواع الطفيليات، لكنها بشكل عام تنمو عادة ببطء. بيزداد قطر الكيس الواحد بشكل عام من أقل من 1 سنتيمتر إلى 5 سنتيمتر كل عام، أو قد تستمر بعض الأكياس دون تغيير لسنوات أي تبقى على حجمها الطبيعي. يبلغ قطر معظم الأكياس ما بين 1 إلى 7 سنتيمتر بالنسبة لإيكانا كوكس جرانولوزيس عند اكتشافها، لكن قد يصل بعض في النهاية إلى 20 سنتيمتر. كل كيس هو عبارة عن كيس مليء بالسوائل، ويكون محاط بثلاثة طبقات: جدار ليفي ويكون مشتاق من المضيف، وجدارين مشتاقين من الطفيلي، أحدهما غشاء خارجي صفائحي يسمى باللامينيتد أوتر ميمبرين، والآخر غشاء داخلي يسمى بالطبقة الجرثومية اللي هو جيرمينال لاير. هذه نقطة مهمة جدا، عادة تجي بالامتحانات يقول لك شنو منشأ الطبقة الخارجية، أو ما اسم الطبقة المشتقة من المضيف، وما اسم الطبقة المشتقة من الطفيلي. نقطة أخرى، تتطور كبسولات الحضنة أو ما يسمى بالبلاد كبسول من غشاء الجرثومي أو ما يسمى بالجرمينال لاير، وكل كبسولة حضنة تحتوي على رأس واحد لعدة رؤوسات أولية منبعجة إلى الداخل أو ما يسمى بالإنفاجينيتد بروتوسكوليسيس. يمكن تتطور إلى ديدان الشريطية البالغية إذا تم ابتلاعها من قبل المضيف النهائي. نقطة أخرى، تطفو هذه الكبسولات في بعض الأحيان، والخلايا والرؤوسات الأولية بحرية في السائل العذري الهايلايتد فلويد، أو قد تلتصق بالجدار أو بالطبقة الجرثومية عن طريق ما يسمى بالسوائق البيدانسل. تعرف الكبسولات والرؤوسات الأولية تطفو بحرية باسم الرمال المائية أو ما يسمى بالهايلايتد ساند. في حالة تمزق الكيس يمكن أن تتطور الرمال العذرية إلى أكياس جديدة. بعض الأكياس تكون عقيمة، أي إما أنها لا تنتج أبدا كبسولات حقنة بوت كبسول وبالتالي لا تسبب إصابة، أو تصبح عقيمة بعد إصابة بالبكتيريا أو نتيجة تكلس الكيس. نأتي الآن للتعرف على الأمراض التي تسببها الطفيليات إيكانوكوكس جرانيولوزيس. أولا، يعتبر دواجن الديدان البالغة في المضاف نهائي كالكلاب كأورام حميدة بناين تيومرز، بأنها لا تسبب مرض حيث لا تغزو الديدان أو تتغذى على أنسجة المضيف. نقطة رقم 2، لا تتسبب الأكياس العذرية المتمثلة بالأطوار اليرقية المتكيسة في حدوث أي مرض في الحيوانات الأليفة، لأن غالبا ما تقتصر على الأنسجة الحشوية. نقطة رقم 3، تعتمد أعراض أداء الأكياس المائية على حجم وعدد الأكياس وموقعها. نقطة رقم 4، هنا سوف تبدأ الأعراض المرضية إذ حالما يزداد حجم الكيس بصورة كبيرة بما يكفي تلف الأنسجة والأعضاء المجاورة، فإنها عادة ما تكون بدون أعراض في بداية تطورها حتى وصولها لمرحلة تلف الأنسجة، بما يعني أنه في بداية تكون الأكياس فإنها تكون بدون أعراض، لكن عندما يزداد حجم الكيس، وكما قلنا سابقا أنه حجم الكيس يزداد ما بين 1 سنتيمتر إلى 5 سنتيمتر كل سنة، فإن هذا الكيس سوف يكبر بصورة كبيرة وبالتالي يضغط على الأنسجة وتظهر هنا على الأعراض المرضية للمريض. وهذا يؤدي إلى النقطة رقم 5 اللي تقول هي واحدة من العلامات السريرية المهمة هي علامة ظهور الأكياس، وأيضا تحدث تغييرات مرضية كبيرة في البشر أو بقية المضاعف الوسطية الأخرى عندما تفرض هذه الأكياس التي تنمو ببطء على الأنسجة المحيطة، مما ينتج أكياس مزمنة تشغل مساحات واسعة من العضو الذي يوجد به الكيس، أي تأخذ مساحات واسعة من العضو الذي يوجد به الكيس فرضا في الكبد، فإنها تأخذ مساحات واسعة من هذا الكبد وتتلف أنسجة الكبد، وبالتالي يكون هذا التلف مزمن وليس ولا نستطيع إصلاحه. نقطة أخرى تتبع الأمراضية وهي أن الأكياس قد تنمو في بعض الأحيان بحدود ما يقارب 1 ملم في الشهر، ويمكن أن تصبح كبيرة للغاية كما أسلفنا سابقا، بيصل قطرة في بعض الأحيان 30 سنتيمتر مملوءة بحوالي لتر من السوائل الذي يحتوي على الآلاف من الرؤوسات الأولية لبروتوسكورسيس. أيضا قد يكون تضخم الأعضاء مصحوبا بعدد من العلامات السريرية اعتمادا على حجم ومكان الأكياس. مثلا الزيادة في حجم الأكياس المائية في الكبد يؤدي إلى زيادة الضغط على الكبد، وبالتالي يؤدي إلى حدوث عدد من العلامات السريرية المتمثلة باليرقان وارتفاع ضغط الدم البوابي وأيضا انتفاخ البطن. أما الأكياس الموجودة في الرئة فتؤدي إلى ما يسمى بحدوث نفذ الدم أو سعال الدم وضيق في التنفس،
وألم في الصدر، وإن كان السبب الأكياس المتواجدة في الدماغ أو النخاع الشوكي بحدوث استجابة التهابية حادة، والعديد من التتابعات العصبية أو الأمراض العصبية بما في ذلك الصرع والعمى. نقطة أخيرة وهي ارتبط التمزق الكيس بظهور العلامات السريرية الحادة acute clinical signs مثل التهاب الصفاق والالتهاب الرئوي الصدري، وقد يؤدي الانتشار المفاجئ للسائل العدري حادة الفلويد نتيجة تمزق الكيس إلى حدوث تفاعلات حساسية شديدة مثل الربو وصدمة الحساسية. بأن الرئيسات الأولية المتحررة من الأكياس الممزقة تؤدي إلى تكوين أكياس مائية جديدة في جميع أنحاء الجسم، وأيضا السائل الموجود في داخل هذه الأكياس يؤدي كما أسلفنا سابقا إلى حدوث تفاعلات حساسية شديدة. نأتي الآن إلى طريقة تشخيص ديدان إيكانوكوكس كرونيولوزيس في المضاف الوسطية والنهائية. إذ يمكن تشخيص العدوى بهذه الديدان في المضاف النهائي كالكلاب مثلا عن طريق الكشف عن البيوض وأحيانا الديدان البالغة في عينات براز الكلاب. أما في المضاف المتوسطة كالإنسان فيتم تشخيص إصابة جيدة بعد تحلل الإرهاقات، وأيضا عن طريق زيادة في كريات الدم الحمضة التي هي نوع من أنواع كريات الدم البيض، وهي تعتبر من أعراض سريرية مصاحبة للنمو البطيء للكيس أما أفضل طريقة من هذه الطرق فهي تشخيص الأكياس عن طريق تصوير المقطع المحوري أو ما يسمى بالكمبيوترايز أكسيال توموغرافي سكانز أو الأشعة السينية، وأيضا الموجات فوق الصوتية الأترا ساوند. انتهت المحاضرة الخامسة، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم بوقت المحاضرة الإلكترونية لغرض الإجابة عليها. وتقبل تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.